أهلا بكم مشاهدين الكرام من ملعب كوميرس بانك أرينا، وحدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. واليوم لدينا مباراة في بطولة الدوري، مباراة تبدو بأنها ستكون مثيرة، على أمل بأن نشاهد مباراة كبيرة بين الفريقين. ثلاث نقاط مهمة، البداية السريعة، الدخول القوي لأجواء المباراة راح يكون لعامل حاسم في هذا اللقاء. استعرض تشكيلة المنتخب المصري في مباراة اليوم. واضح من الرسم التكتيكي بأن الفريق راح يلعب بطريقة الأربع ثلاثة ثلاثة التقليدية، واللي تعتمد على الأجنحة. ضربة بداية المباراة مع المنتخب المصري. الكرة مع المنتخب المصري ليهاجم في هذا التوقيت. طارق حامد، فتحي، يفتح اللعب على الطرف، حاول يفتح الملعب، حاول يرسل الكرة على الطرف لكن يفشل في اللقطة الماضية. كرة ممتازة في المساحة، كيف راح يتصرف فيها؟ ممكن سلكه وبيخلفيه، بعيدة جدا كانت، وكان واضح انه لم يتمكن من الكرة بشكل جيد. ضربة الراس تحتاج إلى توجيه، تحتاج إلى دقة، تحتاج إلى عيون مفتوحة. طارق حامد، أحمد حجازي، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ضاعت الكرة، طارق حامد، تبريرات بهدوء بعرض الملعب للوصول إلى منطقة الخطر. بيخلصها محمود تريزيكيه، محاولة تنتهي عند حارس المرمى. طارق حامد، عنده الإمكانية هنا، تمريرات كثيرة، محاولات لإيجاد تغرب في دفاعات الخصم، هجوم على نار هادية الآن، تدخل يبعد الكرة. وهبي خزري، محمود تريزيجيه، محمود كهربا، معروف بتمريراته، اليوم يتقن هذا الامر بشكل ممتاز. طارق حامد، عنده الفرصة في هذه اللحظات، عرضية فيها خطورة،
وصل الكرة في الوقت المناسب. أحمد فتحي دقة في التمرير، شوف اللقطة، شوف اللعبة، الكرة اللي تخرج من قدمه واللي تعرف الطريق. الله على الكرة، إمكانيات الكرة العرضية، الكرة تحت سيطرتهم بعد ما تمكنوا من استخلاص الكرة والسيطرة عليها. أيمن عبد النور، تفاهم كبير بين اللاعبين في تبادل الكرات، شوف النقلات، المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية، وهبي خزري، ممكن جول، الحارس يمنع الكرة، لكن الكرة ما زالت خطيرة. عند الكرة في مكان خطير، الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. تستمر النتيجة السلبية بعد أن تألق الحارس في الدقائق الأولى ومنع هدفا محققا هنا. طارق حامد، أحمد فتحي، عند الكرة الآن فرصة، الآن مساحة موجودة على الأطراف، كرة في مكان خطير، تنقل الكرة بينه وبين زميله، سيطرة واستحواذ للمنتخب المصري، تدخل ممتاز هنا. يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. كيف راح يتصرف فيها؟ خارج الملعب، ضربة مرمى. محمود تريزيجيه، طارق حامد، مساحة متواجدة على الجناح باتجاه المنتصف، طارق حامد، فتحي بيرسل الكرة على الجناح، تبادل التمريرات أمام المرمى، البحث مستمر عن فرصة للتسجيل، قد تكون هذه الفرصة هنا في مكان خطير، نقل الكرة بشكل جيد، عند الإمكانية هنا، وتصويبة لم تشكل أي مشاكل للحارس. طارق حامد، أحمد فتحي، فتحي عند الفرصة في هذه اللحظات، تدخل سليم، الكرة إلى رمي التماس، أحمد فتحي فرصة لإرسال كرة عرضية، عند الفرصة في هذه اللحظات، يعود بالكرة مرة أخرى، كرة عرضية في المنطقة، كرة رأسية لكن خارج المرمى، شوف هو وصل للكرة لكن فشل في التوجيه في اللحظة الأخيرة.
محمود تريزيجيه يتقدم باتجاه المرمى. تدخل نظيف يفتك الكرة بدون أخطاء. حكم يعطي الأفضلية هنا. فرصة لإرسال كرة عرضية من مكان ممتاز. فشل الفريق في تحضير اللعب. طارق حامد. فتحي. طارق حامد. أحمد فتحي. كرة وانتو. يحاول أن يشكل خطورة. كرة على الطرف. البحث عن كرة عرضية. كرة بتخرج إلى ضربة ركنية بعد ما لمست المدافع. انظروا إلى إعادة للفرصة التي مرت. مرت بالسلام بجوار الشباك. ركنية بتلعب قصيرة. تلعب عند القائم الثاني. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. فرصة متاحة للعب العرضية. تناقل الكرة بهدوء. انتظار فرصة حقيقية للاختراق. وهبي خزري. تحرك الآن ممتاز من اللاعبين باتجاه الأمام. الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. عند الكرة في مكان خطير. تيكي تاكا تيكي تاكا. شوف تبادل الكرة. انظر إلى التمريرات. محمود كهربا. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. كرة جميلة على الطرف. بإمكان إرسال كرة عرضية. طارق حامد. تدخل والكرة بتروح. كرة بتعدي بوجه في المرمى. تحولت للفريق الخصم. فتحي. أحمد فتحي. محمود تريزيجيه. فرصة قد تشكل خطورة. كرة في مكان خطير. تدخل وإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية. كرة زاوية إلى العمق. إبعاد للكرة. تدخل في توقيت مثالي لإبعاد الخطر. فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة. ماذا سيفعل الآن؟ حكم الرأي يشوف أن فيها تسلل بالرغم من الاحتجاجات الكبيرة من اللاعب. صحيح اللاعب كان قريب جدا من آخر مدافع، لكنه تسلل صحيح كما نشاهد في الإعادة. قراءة الفريق الخصم. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. كرة بتتخلص من أيمن عبد النور. محمود تريزيجيه. أوهو ممكن يلعب لك كرة عرضية الآن.
هنا في مكان خطير. افتكاك كرة على جانب الملعب. أحمد فتحي. كرة مقطوعة بعد التمريرة السيئة. كرة مثالية وعرضية منتظرة. كرة عرضية لا تتجاوز أول مدافع. بلينية مثالية خلف المدافعين. كرة سهلة بيمسك الحارس. كيف راح يتصرف فيها؟ المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. عرضية لا تمر بسبب الدفاع. وهبي خزري قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. فرصة الآن. يقطع الكرة في مكان خطير. حتى الكرة الآن. بمبدأ الأمان خلص المدافع. فتحي. طارق حامد. محمود كهربا. محمود تريزيجيه. مساحة أمامه على الجناح من الممكن استغلالها. شوف تبادل الكرات بكل هدوء. البحث عن مساحة. البحث عن ثغرة في خط الدفاع. فرصة الآن من الركنية لتسجيل هدف التقدم. باتجاه المنطقة. ممتاز في إيقاف التسديدة. تبعد الكرة من أماكن الخطورة. إبعاد الخطورة لكن مرة أخرى بين أقدام لاعبي فريق الخصم. طارق حامد. تمريرات سريعة. محاولة لخرق المساحات. إيجاد الثغرة بالكرات البينية السريعة واللي تربك الخصم. حكم الساحة بيشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق. الكرة الآن مع الفريق الخصم. وهبي خزري. قد تكون هذه الفرصة. بتضيع. محمود تريزيجيه. محمود تريزيجيه يتقدم للأمام. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 0-0. تكافؤ كبير بين الفريقين في الشوط. شوط المدربين يبدأ الآن مع ضربة البداية. عند الإمكانية هنا. إمكانية الكرة العرضية.
محمود تريزيجيه. كرة مع المنتخب المصري ليهاجم في هذا التوقيت. فرصة للعرضية. الحارس خرج ليلتقط الكرة العرضية بدون أي صعوبة. يتقدم باتجاه المرمى. فرصة عرضية إلى منطقة الجزاء. بناء جيد لهذه المحاولة واحتفاظ بالكرة. كم بإمكانه أن يتصرف بالكرة بشكل أفضل. عرضية كانت بدون تركيز يمسكها حارس المرمى بكل سهولة. الآن التفكير في كيفية تنفيذ هذه اللقطة. تركيز عالي مطلوب حتى تشكل خطورة. تحتاج للمسة ساحرة في هذا التوقيت. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة تذهب للفريق الخصم. فرصة لإرسال كرة من عمق الملعب بكرة عرضية. تخرج الكرة إلى ركنية بعد أن غيرت اتجاهها. ركنية إلى داخل المنطقة. ركنية بتتشتت بقبضة اليد في اللقطة الماضية. خطورة مستمرة بعد فشل إبعاد الكرة. شوف التحرك المبكر وبالتالي قرار الحكم أيضا بوجود تسلل. تغيير في تشكيلة المنتخب المصري. الآن وقت الاستفادة من دكة البدلاء. ضغط ماء جديدة في أرضية الملعب. حاول الاستفادة أيضا في تحريك الفريق بشكل أسرع. وهبي خزري. تمركز الجيد يساعد في قطع الكرة. طارق حامد. كيف راح يتصرف فيها؟ كرة حرثية لكن مدافع تدخل. عند الكرة في مكان خطير. كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. وهبي خزري. طارق حامد. محمد النني. محمود كهرباء. عند الفرصة في هذه اللحظات. ممتاز في قراءة اللعب. مساحة كبيرة الآن فاضية على طرف الملعب. كرة في مكان خطير. محمود كهرباء. محمد النني. ممكن سلك الكرة العرضية خطيرة. قطع سهل الكرة بعد تمريرة خاطئة. عمل جميل من المدافع على طرف الملعب. مساحة متواجدة على الجناح. فرصة للعب كرة عرضية ممتازة. الدفاع يقرأها صح. يبعد الكرة العرضية قبل الوصول. فرصة والمساحة موجودة. محمود كهرباء. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة.
وبخزري. بناء للمحاولة بشكل ممتاز. عرضية تسترد بدون مشاكل. طارق حامد. مر ساعة من عمر المباراة، دخلنا في النصف ساعة الأخيرة. محمود تريزيجيه. بتروح الكرة للخصم. يعرف كيف يقرا الملعب بشكل مميز. محمود تريزيجيه. محمد النني. ينطلق بالكرة، يتقدم فيها. محمد النني. وصول الدعم للزملاء في هذا التوقيت. محمود تريزيجيه. كرة عرضية في المنطقة. فرصة ما زالت قائمة. اوهو، الهدف الأول في المباراة. هدف مستحق بعد عدة كرات، عدة محاولات، ضغط مستمر، المعاناة تنتهي، الفريق ينجح في التسجيل. عودة إلى المباراة مرة أخرى، والمنتخب المصري يتقدم في النتيجة. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. أيمن عبد النور. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. بإمكان إرسال كرة عرضية خطيرة الآن. كرة تخوض بينه وبين زميله. استخلص الكرة العرضية بدون خطورة. أحمد فتحي. طارق حامد. محمد النني. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. محمود تريزيجيه. كرة مثالية وعرضية منتظرة. حتى الإمكانية هنا. يبعد الخطر. للعب العرضية. كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. يفقد الاستحواذ. أيمن عبد النور. بدون تسرع، الحفاظ على الكرة، الاستحواذ وبناء هذه المحاولة. إمكانية الكرة العرضية، الدفاع يعترض الطريق. تغيير لكل مدرب في هذه اللحظة في نفس التوقيت من المباراة. كيف راح يتصرف فيها؟ يبعدها من مناطق الخطر. محمد النني. محمود تريزيجيه. توقع جيد في قطع الكرة. قوة في الاحتفاظ بالكرة تحت الضغط. أيمن عبد النور. شوف التمريرات، شوف النقلات، شوف الكرات اللي بين اللاعبين. محمود كهربا. محمد النني. أرضية بعيدة لا تجد من يقابلها. كرة بتتجاوز الخط في المباراة. يظهر قوة في الاحتفاظ بالكرة. كرة تخرج من جديد ورمي التماس أخرى.
بهامة النني. كرة في مكان خطير. نستأنف اللعب الآن مع رمية التماس. أيمن عبد النور. وهبي خزري. فقدوا الكرة. محمود تريزيجيه. أحمد فتحي. تبادل التمريرات أمام المرمى. البحث مستمر عن فرصة للتسجيل. ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء. ضاعت الكرة. رمي التماس بعد تدخل ممتاز واعتراض الكرة. والآن مع التوقف والتبديل. ضخ دماء جديدة. محاولة لإثارة النشاط في أرضية الملعب من جديد. تطبيق خطة الملعب. طارق حامد رائع جدا الاحتفاظ بكرته. الكرة الآن مع الفريق الخصم. طارق حامد. محمد النني. الكرة تقترب من دفاعات الخصم. محمود كهربا. بصراحة تحية كبيرة للحكم مساعد على شجاعته، على دقته في احتساب هذا التسلل، لأن الفارق كان سنتيمترات. شوف الإعادة بالبطيء ومع ذلك صعبة، لكن برافو حكم مساعد. كما نشاهد في الإعادة البطيئة، القرار كان صحيحا بإعلان التسلل في اللقطة الماضية. قدرات كبيرة جدا في الاحتفاظ بالكرة. فتحي. محمد النني. حتى الفرصة في هذه اللحظات. يحافظ على كرته بقوة. قد تكون هذه الفرصة. الإثارة تتواصل حتى النهاية مع مباراة مثيرة بين الفريقين. يعود بالكرة مرة أخرى. يتقدم بالكرة. راح فيها. حتى الكرة الآن. عرضية تفتقد الدقة. تحولت إلى ركلة مرمى. المدرب يقرر إخراجه من الملعب بعدما قدم كل ما لديه وظهر بشكل مميز. مستوى كبير يجعله يخرج وسط تحية الجماهير التي تقدر له كل ما قدمه في الملعب. فريق الخصم بيخلص الكرة. هنا في مكان خطير. انطلق على الطرف. ممكن يلعب له كرة عرضية. فرصة الآن. كيف راح يتصرف فيها؟ يمتلك قدرة ممتازة في قراءة التمريرات. نشاهد تغيير فريق من تكتيك المتوازن. أصبح يعتمد على الكرات الطويلة. يبحث عن الضغط على المنافس خلق فرص أكثر للتسجيل. كما نشاهد لاعبي الارتكاز بدأوا في التقدم إلى الأمام. نشاهد لاعبي الفريق تحولوا لتكتيك هجومي كاسع. نشاهد في اللحظات المقبلة كرات طويلة للأمام في محاولة لكسب الوقت. كرة بتضيع وتنتقل للفريق الآخر. توقع الكثير من الإثارة في الدقائق الخمس المتبقية لأن الفارق بين الفريقين هدف واحد. نقل الكرة بشكل جيد. حلو تبادل الكرات، حلو النقلات. لقطة كانت في أرضية الملعب لكن خسروا الكرة في النهاية. طارق حامد. كرة إلى خارج الملعب. رمي التماس. أيمن عبد النور. فقدوا الكرة. يتراجع من أجل الكرة. محمد النني. محمود كهربا.
يسير باتجاه المرمى الآن. كنا في وضعية هجومية. طارق حامد، ماذا سيفعل الآن؟ عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. الكرة في مكان خطير، المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. يعيد الكرة أيضا إلى زميله في هذه اللقطة. قوة كبيرة في الدفاع، خطأ في وقت مهم جدا. كرة حرة من مسافة، مثالية للتسجيل الآن. أوهو، مرت بجوار القائم، كرة ثابتة تنفذ بطريقة خيالية، كانت تريد الشباك لكن ظلت الطريق في اللحظات في السنتيمترات الأخيرة. ثلاث دقائق لا أكثر كوقت مضاف. توقع جيد في قطع الكرة. محمود كهربا، محمد النني، حسن. مساحات كبيرة على الطرف الملعب. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. بتروح الكرة للخصم. تمركز ممتاز يساعد في قطع الكرة. نقلات جيدة للكرة باتجاه الهجوم، قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لتعديل الكفة. يستخلص الكرة وينهي المحاولة. يظهر قوته في الاحتفاظ بالكرة. بيعدي وبيمر بالكرة. كرة يا رب، أي ثقة وأي هدف، أي سحر وأي بار. متعني متعني متعني، الله على الفريق وعلى هجوم الفريق، كيف نجحوا في توسيع الفارق. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يطلق صافرة معلنة نهاية الوقت. يحقق الفريق الانتصار بعد أداء رائع تكتيكيا، تخطيط ممتاز من المدرب، التزام كبير من اللاعبين، جعل الفوز محققا. ظهر بمستوى جيد في مباراة اليوم، تمكن من زيارة الشباك وسجل هدف ساهم من خلاله أيضا في فوز فريقه في مباراة اليوم. إجمالا كان أداء جيد في اللقاء.